التوصيف مش متكامل. هربول القوات المسلحة صرفت شهريا 1,000,000 جنيه لمدة 84 شهر. ليه؟ عشان الإرهاب. طب الإرهاب ليه؟ عشان احنا فتحنا الباب في 2011 و12 لحالة من عدم الاستقرار. إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها. كل قرية لوحدها هو تحدي في حد ذاته. أنا عندي 4,500 قرية ب4,500 مشروع، تحدي كبير. فابتدينا لما بندخل في التفاصيل ونشوف إن إحنا ما عندناش حتى رسومات للشبكات اللي موجودة اللي اتعملت لو كانت معمولة من 40 و50 سنة، لقينا حجم تحدي فوق الخيال. مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية. مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها وأصنع لها المستقبل عمالها وتشع بالنور ثقافة وفنا وعلما بعقول علمائها. مصر الوطن الذي تردد له وبه دائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.